السلام عليكم، معكم فرياس اوموتور. جينا نمدكم واحد لي كونساي خفاف فيما يخص الروداج. كاين اللي سقساوني هذه سي اليز عاودنا لها موتور ان دو في تي، دونك انا خاصني نسييها و ميم طون كنت ندير فيديو على جال الروداج. على كل حال لي كونساي اللي نمدوهم سي نخلصو نلخصوهم في 4 نقاط ولا 5 اللي هما يعني النقاط هذو هما اللي فيما يخص الروداج. عندك الروداج تاعك تبع تيرمينيت ما تبعش كيلومتراج، تبع تيرمينيت 2.5 نيمبورت موتور تبع 2.5 هذا يعني 2 ماكسيموم 2.5 باش الموتور تاعك يقعد دائما رايح. حاجه الكونساي دوزيام اللي هي ما تشارجيش 5 ولا سا ديبون، الا كانت فيها الا كانت بيك اب ولا عرفت ما ديرش عليها لا شارج، ولا كانت سيتادين ما تشتغلش عليها 5 حاصل تيفيتي لا شارج. حاجه تروازيام اللي هي دي كونسيي فري موتور، فري موتور غير ما كتسوق به يكون روداج، الروداج تاعك ما ديرش فري موتور، ايفيتي فري موتور، افريني بالعقل على كل حتى ما تكونش تجري. دونك اوتوماتيك ممكن ما تكونش تجري ماشي تحتاج فري موتور، والبلايج اللي لازم لك دير فري موتور كيما الهبطه الطوال ولا حاجه اجبد الطرف وسوق بالعقل. حاجه واحده اخرى كليماتيزر، في الشتاء حنا جينا ما نستعملش كليماتيزر، وفي الصيف ما ديرش كليماتيزر. هذه هي حاجه الاخرى اللي نهضروا عليها اللي هي كيلومتراج. كيلومتراج انا نقول لك دير روداج في 2000 ما تتبعش البلان وتتبع كذا كما كاين الناس يقول لك ندير بلان دو بلان كات بلان. واحد ليسونس تاع بكري دوكا البري ماشي كيف كيف، كاليتي ماشي كيف كيف، تبع كيلومتراج 2000 كيلومتر تمشي تساعة في الموتور تاعك دير له روداج مور 2000 كيلومتر ماشي ديريكتومون تخرج تسرح تعفس عليه تكلاطه، لازمك تروح معاه بالعقل يعني تخرجوا من المرحله تاع الروداج تديه المرحله تاع نورمال. انت لازم تكون حيلي تديه مرحله خفيفه شغل تخرجوا، كنت تمشي 90 تولي تمشي 110 من بعد تولي تسرح. من بعد كاين اللي يقول لك الروداج 1000، انا بالنسبه لي الروداج 2000 افضل. علاش؟ لي بيستون يكونوا جدد، لا سيلندر جديده تكون مازال ما ولفوش النار، تمشي بهم بهذاك الكيلومتراج تاع 2000 يعني يكون كافي كافي وافيك. ما نقولوا 2000 تعطي له لي تاع باش لي بيستون تاعك يولفوا النار ويولفوا الضغط هذاك الزايد الجديد عليها ومن بعد يولوا بيان. كاين اللي يقول لك دير 1000 بالك دير جيت سيغمون ولا لي بيستون يكونوا قدم يعني موالفين ديجا من قبل يعني المفهوم تاعنا نقولوا مترومبيين المانتيان يكون مليح فيهم. وهذه هي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.